إسرائيل تعرب عن حزنها على ضحايا الطائرة الروسية وتحمل الأسد وإيران المسؤولية. تركيا وروسيا تتفقان على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب. تصعيد أمريكي روسي جديد. واشنطن تتهم موسكو بالغش في العقوبات على بيونغ يانغ. نشرة الأخبار من أكاديمية فوكس للإعلام، أهلا بكم. أعرب الجيش الإسرائيلي عن حزنه لمقتل طاقم طائرة عسكرية روسية أسقطتها الدفاعات الجوية السورية عن طريق الخطأ في اللاذقية خلال ردها على غارة إسرائيلية، لكنها حملت نظام الأسد وإيران المسؤولية. كما نفى الجيش في بيان أن يكون سلاحه الجوي استخدم الطائرة الروسية غطاء للإفلات من الدفاعات الجوية السورية خلال شنه الغارة. اتفقت روسيا وتركيا على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد اجتماع مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان إن القوات الروسية والتركية ستقيم منطقة منزوعة السلاح على أن تنسحب الجماعات المتطرفة من تلك المنطقة. وقال أردوغان إن الاتفاق سيتيح لأنصار المعارضة البقاء في أماكنهم وتلافي أزمة إنسانية. اتهمت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي روسيا بالغش فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، وقالت هيلي إن واشنطن تملك دليلاً على ارتكاب روسيا انتهاكات مستمرة، مضيفة أن روسيا ساعدت كوريا الشمالية بالحصول بشكل غير قانوني على وقود من خلال عمليات نقل في البحر. نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير. بولندا تطالب الولايات المتحدة بلعب دور أكبر في أوروبا الشرقية في استفزاز واضح لموسكو. أهلا بكم من جديد. طالب رئيس الوزراء البولندي من الولايات المتحدة لعب دور رئيسي في أوروبا الشرقية لتعزيز القارة ككل. كلام رئيس الوزراء البولندي جاء خلال قمة البحار الثلاثة التي تهدف إلى تعزيز الاتصال في أوروبا الشرقية وتحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على استقبال 1000 مهاجر من يهود الفلاشة من إثيوبيا، من أصل 8000 يهودي إثيوبي يرغبون في الهجرة إلى إسرائيل. وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الموافقة على هذه المجموعة تمت بعد التأكد بأن لها أبناء بالفعل في إسرائيل. في الختام تذكير بأهم العناوين. إسرائيل تعرب عن حزنها على ضحايا الطائرة الروسية وتحمل الأسد وإيران المسؤولية. تركيا وروسيا تتفقان على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب. تصعيد أمريكي روسي جديد. واشنطن تتهم موسكو بالغش في العقوبات على بيونغ يانغ. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا. للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا focusacademy.tv. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.